أبنائي طلبة الصف السابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا شرح الوحدة الثالثة، وحدة الأعداد الصحيحة، ونتناول بند 3-5، حل المعادلات على الصورة ألف سين زائد باء يساوي جيم وألف لا تساوي صفر، صفحة 132. بداية حل المعادلة سين زائد 4 يساوي 9. سبق لنا دراسة المعادلة، قلنا المعادلة تساوي طرفين، يعني تحتوي على متغيرات، ممكن متغير أو أكثر. مثال المعادلة الأمامي س زائد 4 يساوي 9، فيها متغير أهو س وفيها طرفين بينهم علاقة التساوي. طيب عشان أحل المعادلة يعني إيجاد قيمة المتغير أو المجهول، يبقى أنا عايز أجيب قيمة الس، فقلنا هنتخلص من مين؟ من الأربعة، فهنستخدم العملية العكسية. العملية العكسية للجمع، أنا عندي المسألة هنا زائد 4، فالعملية العكسية للجمع هي الطرح، يبقى هطرح من الطرفين 4، هتصبح س زائد 4 ناقص 4 يساوي 9 ناقص 4، 4 ناقص 4 صفر، يبقى معايا الس فقط تساوي الطرف الثاني 9 ناقص 4 يساوي 5، يبقى قيمة س تساوي 5، يعني حل المعادلة إن س تساوي 5. سؤال آخر، ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة وظل الباء إذا كانت غير صحيحة. إذا كانت س على 5 بيساوي 20، فإن س تساوي 4. طبعا تقدر تحلها بطريقتين، عوض مكان الس ب4 في الطرف اليمين هيصبح 4 أخماس، والأربعة أخماس لا تساوي 20، يبقى إذن العبارة هنا خاطئة، أختار باء. طب لو حبيت أحلها ممكن أستخدم العملية العكسية للقسمة وهي الضرب، فهضرب الطرفين في 5، الخمسة هتروح مع الخمسة في الطرف اليمين، هيفضل معايا س، لأن 5 تقسيم 5 واحد، وواحد ضرب الس س يساوي 20، لما أضربها في 5 يعطيني 100، يبقى إذا قيمة الس تساوي 100. نشاط، صفحة 132. محمد باحث جيولوجي، لديه صندوقين من الصخور من نفس الوزن، أضاف إليهما 3 كيلوجرام من الصخور التي عثر عليها، فأصبح الوزن الكلي الناتج لمجموعته من الصخور 11 كيلوجرام. السؤال، فما هو وزن الصندوق الواحد؟ هنعبر عن الموقف باستخدام النمذجة، مع ملاحظة أن المستطيل يمثل متغير والقرص هيمثل ثابت. هنبدأ نرسم أول شيء مستطيلين يمثل متغيرين. أنا عندي المتغير هو السين اللي هو وزن الصندوق، فعندي كم صندوق؟ 2، يبقى س وس، تمام. وهنبدأ بأضافة إليهما 3 كيلو جرام، يبقى هنرسم 3 أقراص موجبين، وكان الناتج 11 كيلو جرام، اللي هو أصبح الوزن، قال لك أصبح الوزن الكلي 11 كيلو جرام، يبقى هترسم 11 قرص موجب. دلوقتي احنا محتاجين قيمة س، يعني لاحظوا كده، لو حبيت أكتب المعادلة دي جبريا هيبقى معايا 2 س زائد 3 بيساوي 11. أول خطوة هنعملها عشان نتخلص من 3 أقراص الموجبين اللي موجودين عندي، هنقوم بإضافة 3 أقراص حمراء لطرفي المعادلة اللي هم 3 أقراص سالبة، هضيفهم من الطرف اليمين والطرف اليسار، فيصبح عنها جبريا لما أعبر عنها تبقى 2 س زائد 3 زائد سالب 3 بيساوي 11 زائد سالب 3، يبقى نضيف 3 أقراص سالبة للطرفين. في الطرف اليمين الثلاث أقراص الموجبين هيتحذفوا مع الثلاث أقراص السالبين، لأن ثنائيات صفرية، عندي 3 ثنائيات صفرية، يبقى خلاص أصبح معايا 2 س، تمام، بيساوي هنا في عندي 3 أقراص موجبين وثلاث أقراص سالبين في الطرف اليسار، هيحذفوا بعض، هتبقى معي هنا 8 أقراص موجبة، تمام. هعبر عنها جبريا، هقول له يبقى عندي 2 س يساوي 8. نقدر نبسط، يبقى هقسمهم هنا الى مجموعتين، فهقسم على 2، هيبقى قيمة السين لوحدها بتساوي 4.
لما نقسم على 2، 2 على 2 فيها الواحد، و8 على 2 فيها الأربعة. يعني معنى ذلك إن كل مجموعة هيكون فيها كام؟ فيها أربعة، يعني قيمة السين أو وزن الصندوق الواحد بيساوي 4. نتحقق من الحل. المعادلة بتقول 2 س زائد 3 يساوي 11. هنعوض مكان الس ب4 اللي احنا جبناها، يبقى 2 ضرب 4 8 زائد 3 يساوي 11. عبارة صحيحة، يعني وزن الصندوق الواحد بيساوي 4 كيلو جرام. تذكر أن لكل ألف، حيث ألف عدد صحيح وألف لا يساوي صفر، إذا كان س بيساوي ص، فإن لو ضفت ألف للطرفين طبعا هتظل علاقة التساوي صحيحة، س زائد ألف بيساوي ص زائد ألف، وكذلك إذا طرحت ألف من الطرفين ستظل علاقة التساوي صحيحة، وإذا قسمت أيضا على ألف في الطرفين ستظل علاقة التساوي صحيحة. تدرب واحد صفحة 133 بيقول أوجد حل المعادلة التالية: 4 س ناقص 6 بيساوي سالب 14. عشان أحل المعادلة اللي أمامي، يعني عايز أجيب قيمة المجهول س، أول شيء هضيف 6 للطرفين، يعني هستخدم العملية العكسية للطرح وهي الجمع، فهصبح عندي الطرف اليمين 4 س ناقص 6 زائد 6 بيساوي سالب 14 زائد 6. سالب 6 زائد موجب 6 يعطيني صفر، يبقى 4 س بيساوي سالب 14 زائد 6، الناتج سالب كام؟ سالب 8. هبسط، هقسم الطرفين على 4 لأن العملية، لاحظ معايا هنا، العملية العكسية للضرب هي القسمة، فالأربعة مضروبة في السين، لما تلاقي 4 س يعني 4 ضرب السين، يبقى عكس الضرب القسمة. هنقسم الطرفين على 4، يبقى 4 س على 4 بيساوي سالب 8 على 4، إذا س تساوي سالب 2. ده يعتبر حل هذه المعادلة، التحقق 4 ضرب سالب 2 زائد ناقص 6 هيساوي سالب 14. عبارة صحيحة، يبقى إذا حل المعادلة س يساوي سالب 2. طيب هنتناول تدرب 2 صفحة 134، يقول أوجد حل المعادلة التالية: س على 3 زائد 15 بيساوي 25. هنا شباب، أولا هتخلص من مين؟ هتخلص من 15، هستخدم العملية العكسية للجمع وهي الطرح، يبقى س هنزل المعادلة كما هي وأنقص من طرفي المعادلة 15. خمستاشر ناقص خمستاشر صفر، يبقى أصبح س على 3 بيساوي 25 ناقص 15 هيساوي 10. الخطوة اللي بعديها أنا عايز قيمة السين لوحدها، يعني عايز أتخلص من 3. العملية العكسية للقسمة هي الضرب، فأنا هضرب الطرفين في 3، لأن هنا 3 في المقام يا شباب، يعني دي 1 على 3 يعني تلت، فلما تجيب معكوسها الضربي تبقى 3 على 1 اللي هي 3، فأنا هضرب الطرفين في 3. لما اضرب الطرف اليمين في التلاتة، التلاتة هتختصر مع التلاتة فيها الواحد، واحد ضرب س يبقى س، وعشرة ضرب تلاتة هيعطيني 30، يبقى س يساوي 30، وده يعتبر حل المعادلة، يبقى حل المعادلة س يساوي 30. عايز تتأكد من حلك، بتعوض مكان الس ب30، يبقى 30 تقسيم 3 هيعطيك 10، 10 زائد 15 يعطي لك 25، اللي هو نفس الطرف الايه؟ اليسار. تمرن صفحة 134، يقول لي حل كل من المعادلات التالية: ألف 3 س زائد 5 يساوي 17. أولا هنستخدم العملية العكسية للجمع وهي الطرح، هنطرح من الطرفين 5، يبقى 3 س زائد 5 ناقص 5 يساوي 17 ناقص 5. 5 ناقص 5 0، يبقى يصبح في الطرف اليمين 3 س بيساوي 17 ناقص 5، لما نبسطها يعطيني 12، يبقى إذن 3 س بيساوي 12.
العملية العكسية للضرب قلنا القسمة، يبقى هنقسم الطرفين على 3، فهيصبح 3 س على 3 بيساوي 12 على 3، يبقى إذا س تساوي 4. يبقى حل المعادلة ب، طلب مني حل المعادلة 5 ص ناقص 8 يساوي سالب 23. أولا هنستخدم العملية العكسية للطرح وهي الجمع، يبقى هضيف للطرفين موجب 8، يبقى 5 ص ناقص 8 زائد 8 بيساوي سالب 23 زائد 8. هنبدأ نبسط، يبقى 5 ص تساوي سالب 23 زائد 8 هيساوي سالب 15. هقسم الطرفين على 5، يبقى 5 س على 5 بيساوي سالب 15 على 5، إذا س تساوي سالب 3. يبقى حل المعادلة إن س تساوي سالب 3. تمرن 2 صفحة 134 د س على سالب 6 زائد 3 بيساوي سالب 12. أنا عندي الوقت ده كسر س على سالب 6، فأنا أول شيء هتخلص من الموجب 3، يبقى هنسخ المعادلة كما هي الأول وأطرح من الطرفين 3، نستخدم العملية العكسية للجمع اللي هي الطرح. أنا عندي في الطرف اليمين 3 ناقص 3 بصفر، يبقى س على سالب 6 بيساوي الحين سالب 12 ناقص 3. طبعا احنا عملية الطرح بنحولها إلى عملية جمع، يبقى سالب 12 زائد سالب 3، يبقى هنا سالب 12 ناقص موجب 3 هتبقى سالب 12 زائد وغير إشارة الثلاثة تبقى سالب 3. طيب دلوقتي أنا عندي عدد سالب وعدد سالب، لما تجمع عددين سالبين الناتج بيكون عدد سالب، يبقى هننزل سالب وأجمع 12 زائد 3 15، يبقى الناتج بيساوي سالب 15. الخطوة اللي بعديها أنا عايز السين لوحدها، يبقى أنا هتخلص من السالب 6 هضرب الطرفين في سالب 6، لأن السالب 6 عندك هنا في المقام، فهضرب الطرفين في سالب 6. سالب 6 تقسيم سالب 6 فيها الواحد، يبقى 1 ضرب س س تساوي نضرب سالب 15 ضرب سالب 6، عدد سالب في عدد سالب الناتج يكون عدد موجب، و15 ضرب 6 يعطيني 90، يبقى إذا قيمة السين تساوي 90. صفحة 134 ها، عايز أحل المعادلة س على 9 ناقص 4 يساوي 16. أولا هنستخدم العملية العكسية للطرح اللي هي الجمع، يبقى هتخلص من الأربعة اللي هنا، فهطرح من الطرفين هجمع على الطرفين 4، يبقى س على 9 ناقص 4 زائد 4 و16 تكون زائد 4. أي عدد زائد معكوس الجمع الناتج صفر، يبقى دول سالب 4 زائد موجب 4 هيكون صفر، يبقى س على 9 بيساوي 16 زائد 4 20. الخطوة اللي بعديها أنا عايز أجيب قيمة السين، يبقى هضرب 9 في 20، يعني هضرب الطرفين في 9. الطرف اليمين لما أضربه في 9 التسعة تروح مع التسعة يبقى س بس، والطرف اليسار لما أضربه في 9 هيعطيني 180، يبقى إذا س تساوي 180. تمرن صفحة 134 ح، بيقول لي سالب س على 4 زائد 5 بيساوي سالب 1. أولا أنا هتخلص من الخمسة، هطرح من الطرفين 5، بستخدم العملية العكسية للجمع هي الطرح. 5 ناقص 5 صفر، فيصبح الطرف اليمين سالب س على 4 بيساوي سالب 1 ناقص 5. هنا نحول عملية الطرح إلى عملية جمع، يبقى سالب 1 زائد سالب 5، يبقى إذا سالب س على 4 بيساوي سالب 1 زائد سالب 5 اللي هي سالب 6. بعدين هضرب الطرفين في ايه؟ في المعكوس الضربي لسالب ربع اللي هي سالب 4. سالب 4 على 1 هي نفسها سالب 4، يبقى هضرب الطرفين في سالب 4. سالب س على 4 ضرب سالب 4 هيعطيني موجب س. طبعا هنا سالب عدد سالب في عدد سالب هيعطيك عدد موجب. و4 تقسيم 4 فيها الواحد، يبقى 1 س.
بيساوي سالب 6 ضرب سالب 4 يبقى موجب 24، يبقى إذا س تساوي موجب 24. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.